مرحبا، أهلا بكم في قناتي إيديال تشيتو بالعربي. اليوم في هذا الفيديو سوف نحضر وصفة رولي الدجاج محشي بالجبن. Si vous souhaitez visualiser cette vidéo en français, n'hésitez pas de cliquer sur le lien dans la description. Vous allez directement basculer à la langue française. إذا أنتم جدد في هذه القناة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. هيا بنا إلى تحضير الوصفة. في إناء أضع 700 جرام من صدر الدجاج المفروم، نصف بصلة، النصف الآخر أتركه جانبا لتحضير الصلصة البيضاء. أضيف ملعقتين كبيرتين من البقدونس المعدنوس، ملعقتين كبيرتين من فتة الخبز، وثلاث فصوص ثوم، ملعقة صغيرة من الخردل، وفي البهارات أحتاج إلى الملح، الفلفل، كاري والزنجبيل، وأخلط جيدا. أستعمل يدي حتى أخلط جيدا صدر الدجاج مع المقادير الأخرى. هنا الدجاج متبل جيدا، أتركه جانبا. ثم أخذ غلاف شفاف. هنا أحتاج إلى الجبن، اخترت الجبن البيضاء والجبن الشيدر. في الغلاف الشفاف أضع كمية من صدر الدجاج المفروم، أحاول بسطه على شكل مستطيل. وبعدها أضيف شريحة من جبنة الشيدر، وقطعتين من الجبنة، وأقوم بلف الدجاج بهذه الطريقة. أستعمل الغلاف البلاستيكي حتى ألفه بطريقة سهلة. أغلق جيدا الحواف. وأكرر العملية. بهذه المقادير حضرت 3 رولي الدجاج Chicken Rolls. وفي الأخير أقوم بوضع الدجاج داخل ورق ألمنيوم، ألفه جيدا، أضغط جيدا على الحواف، ثم أضعه في صينية حتى يطبخ بالبخار لمدة 30 دقيقة. وها هو الآن الدجاج استوى. أقوم بنزع ورق الألمنيوم والغلاف الشفاف. عند الاستواء الدجاج يطلق عصير، من المفضل الاحتفاظ به. وهنا في مقلاة أضع ملعقة كبيرة من الزبدة، وأقوم بعدها بوضع الدجاج. أحاول سوي الدجاج حتى نتحصل على لون ذهبي. ها هو الدجاج استوى، أتركه جانبا. وفي نفس المقلاة أضع نصف البصلة المتبقية والعصير الذي خرج من الدجاج المستوي، أخلط جيدا. وأضيف القليل من الملح والفلفل. وعند استواء البصل مثل ما هو مبين في الفيديو، أضيف القليل من الزيتون الأخضر،
والقليل من الماء تقريبا 150 ملليلتر حتى يستوي جيدا البصل مع الزيتون. ثم أضفت القليل من الكركم والقليل من الكاري. هكذا نتحصل على صلصة ذات لون أصفر جميل. ثم أضيف البقدونس و100 ملليلتر من الكريم السائل. وعند غليان الصلصة أتركها جانبا. نضع صحن التقديم، بعدها أضع كمية من الصلصة، وهنا أقوم بتقطيع الدجاج إلى قطع. وها هي النتيجة، الدجاج المحشي بالجبن. أقوم بوضع قطع الدجاج على الصلصة. ثم أصب فوقه الصلصة المتبقية وأزين الطبق بالقليل من أوراق البقدونس. وها هي وصفة اليوم، انتهت، رولي الدجاج المحشي بالجبن. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك، الشير والسبسكرايب، وإلى الملتقى إن شاء الله. باي.